السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. اتكلمنا في الفيديو السابق حول حقيقة الفطرة التي هي لا تنتمي إلى أي دين، ولا يمكن لأي إنسان مهما كان أن يولد على دين مهما كان. إذن فكرة إن الإسلام هو الفطرة هو من الأكاذيب الإسلامية التي لفقت لها. ولم أذكر كل الآيات القرآنية والأحاديث التي تركز على الفطرة، التي تدل إن كثير من الأفكار الموجودة في الإسلام أصلها غنوصي، ولكن رغم ذلك خذيت فكرة حول الموضوع. طبعاً هناك كثير من الأحاديث أو حتى الآيات القرآنية تلقاها في كتب أخرى وذكروها أشخاص خرين وفلاسفة، وتلقاها موجودة في الإسلام ومنسوبة لمحمد أو للقرآن أو غيرها. ونحن في حديث ما يسمى الفطرة، فما قولة معناتها ينسبوها في بعض الأحيان إلى علي ومرة إلى عمر، وكل مرة الشخص تقول هي معنى القولة وذكرت بعدة طرق. فهمت؟ تقول لك مثلا لا تربي أولادك على أخلاقك فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. هذه القولة نلقاها نفسها عند أفلاطون، تقول لا تكرهوا أولادكم على آثاركم إنهم خلقوا لزمان غير زمانكم، وهذه أيضا فكرة غنوصية. طبعا احنا في هذه الفيديو ماناش باش نتكلموا، يعني انتهينا من الحديث على الفطرة، وعلمتوا انها الفطرة هي طبيعة تناسب الانسان على حسب الزمان متاعه وعلى حسب الموروث متاعه. يعني انا تولدت في العام هذا، يعني انا احمل طبيعة الوقت هذا، الزمان هذا. وانا هنا اتوجه للوالدين باش يحاولوا يخليوا الاولاد على طبيعتهم، باش يفجروا طاقاتهم. بلكش الوليد عنده موهبة موسيقية، أو عنده موهبة متاع فن، أو متاع شعر، أو متاع اختراع. ما تحاولش باش تكبتو وتفرض عليه الأفكار متاعك واللي تحبه أنت يولي. خليه هو يولي اللي يحب، لأن وقت هو يختار باش يولي اللي يحب، تأكد أنه سوف يبدع وسوف ينجح. به هنا حبيت في هذه الفيديو نتكلم على بعض النقاط. ديما مثلا أشخاص حتى يتصلوا بي يقولوا لي هذه الفكرة غنوصية. يا ولادي ما فماش فكرة غنوصية، ما فماش، فما طرق لاستخراج الأفكار. ما عادش تقول هذه فكرة غنوصية، وما نجمش واحد يقول أنا نتبع الغنوصية. عندما نقول أنا نتبع الغنوصية نقصد نتبع الأساليب الغنوصية الفطرية الطبيعية لاستخراج الأفكار ولقراءة الأوضاع ولفهم نفسي ولفهم لمن حولي. يعني الفكرة وقتها خرجت خلاص تصبح فكرة، ما عادش تتسمى فكرة غنوصية. يعني طريقة الوصول إليها صحيح استخدمنا الأدوات الغنوصية للوصول إليها، ولكن هي ليس فكرة غنوصية. كيما مثلاً الصنارة اللي أنا نصطاد بها الحوت، فهمت؟ نخرج بها الحوتة، هل الحوتة هي صنارة؟ ما عندها حتى دخل. يعني الصنارة هي أداة لاستخراج السمك فقط، فهمت؟ يعني أنا ما نجمش نجي نقول غنوصي بمفهوم أني نتبع الأفكار الغنوصية، لأن ليس هناك أفكار غنوصية. هذاك علاش حتى واحد يقول أنا غنوصي؟ ما تتقالش. حتى يسألوني أنت غنوصي؟ لا، أنا أتبع الأسلوب، الأسلوب الغنوصي في استخراج الأفكار، وما نتبعش كل شيء طبعاً. فما حاجات تناسب الطبيعة متاعي نتبعها، فما حاجات ما تناسبش الطبيعة متاعي ما نتبعهاش، لا أكثر ولا أقل. إذن ما عادش تقول هذه الفكرة غنوصية. أنا وقت نقول إن كل شيء، معناتها أفكار، إبداع، كل شيء صادر من الغنوصية، ليس هي أشياء جاهزة، فهمت؟ وجاء شخص خذاها وعمل بها تلك الأفكار. لا، هي قواعد موجودة كل إنسان يستعملها بالطريقة متاعه.
هي الغنوصية لو تجيو تشوفوا معناتها القواعد نتاعها ديما مرنة ونسبية نوعا ما، يعني ماهيش ثابتة 100% وتنجم تلعب بها كيما تحب انت. اذا هذه النقطة مهمة. حاجة أخرى معناتها باش نقولها في هذه الفيديو هما نقط مهمة، زوز نقط مهمة. البعض مثلا يقول لي الروحانيات، معناتها نجو نقراو على الغنوصية في الانترنت نلقاو ان الغنوصية هي فكر متاع التقرب والتعبد وكذا، هذا ما عنده حتى دخل بالغنوصية. الغنوصية ليس عقيدة، الغنوصية ليس دين، الغنوصية ليس أفكار، الغنوصية أسلوب وعندها مفاهيم خاصة فقط لا أكثر ولا أقل الإنسان يتعود بها. وأهم نقطة في الغنوصية نقولها ونعاودها هي الطبيعة متاعك. على قد ما تكون قريب للطبيعة متاعك على قد ما تنجح، تنجح في حياتك، تنجح في كل شيء، تكون سعيد مع نفسك تعمل الحاجة وانت مقتنع بها، ما تحسش الوقت وانت تعمل فيها. هذه هي أهم حاجة. رشني قيمة هذه الحياة تعيشها وتقد حاجات انت ما تحبهمش، انت ما ترغبش فيهم، انت ماكش مثلا تجد متعة باش تعملهم مهما كان في جميع المجالات. لازم تكون عندك رغبة، رغبة داخلية قوية، هذا اللي يميز الإنسان على الحيوان. مش مسألة ماكلة وشرب ونعمل ونخدم وكذا، لا هذا الكل لا، هذا حتى الحيوان يعمله، حتى الكمبيوتر يعمله، يقوم بالواجب بتاعه. مش مسألة واجب، مسألة إيمان. يقولوا لي معناتها العبادة وما العبادة والروحانيات وما يسمى معناتها بالأفكار السرية بتاع بعض مثلا التجمعات أو اللوبيات اللي تخدم كما مثلا الماسونية وغيرهم، هل هما أفكار غنوصية؟ لا، ما همش أفكار غنوصية، وإنما تم استنباطهم بالطريقة الغنوصية. أما هذوما الأديان وهذوما اللوبيات وغيرهم، هذوما استنبطوا أفكار من أجل أن يستعبدوا بهم الناس. أي إنسان مهما كان منتمي للوبي معين مهما كان، أو منتمي لدين معين مهما كان، فهو إنسان عبد، فهو إنسان ليس له أي قيمة. هذه مسألة واضحة طبعاً بالنسبة للقاعدة الغنوصية. من بعد الإنسان يحب يكون قطيع، يحب يكون تابع، هذا كحر. فما ناس تحب تكون عبيد، تحب تكون ذلال، ولكن هل يعيشوا حياتهم؟ هل يعيشوا سعداء؟ وطول تكلموا مفهوم السعادة في الغنوصية، هل يعيشوا سعداء؟ لا، يعيشوا اضطراب إلى آخر لحظة في حياتهم. مسألة ياسر مهمة، لازمك تعيش حياتك طبيعيا. مفهوم العبادة في الغنوصية، العبادة مفهوم، وتنجيو ناخذ كلمة عبادة، هو نوعا ما استعباد. يعني نقول أنا أعبد الله، أي أنا تحت خضوعه، يعني أنا خاضع له. شنو هو مفهوم العبادة في الغنوصية؟ الغنوصية تقول إن الإحساس يجب أن يكون تحت سلطة العقل. هذه فكرة ياسر مهمة. علاش؟ أنا باش نفهمكم مسألة العبادة في الغنوصية. فما حديث ويعتبر ضعيف، هو غنوصي يقول تذكير ساعة خير من عبادة ألف سنة. احنا نعرف ان الإحساس هو ليس له حدود، هذه لازم تعرفوها جيد. الإحساس هو أزلي لأنه هو أصل الوجود، هو جاي من العدم، العدم الأزلي. إذن الإنسان ساعات واحد يقول لك إنسان أنا حر، لا، أنت حر في الداخل متاعك، أنت حر في الإحساس متاعك، ولكن ماكش حر فعليا. وهذه مسألة أيضا سوف نتكلم عليها في فيديو
حول مفهوم الحرية في الغنوصية. الحرية الحسية ليس لها حدود أزلية، لأن مصدرها هو العدم، هو الأزل. إذا مش شنو تقول الغنوصية؟ تقول الغنوصية أن كل شيء عنده إحساس. ونأخذ احنا مثل الإنسان اللي هو أعلى درجة الإحساس الذي يعتبر إحساس واعي. تصور أنت الإحساس هذا تعطيه الحرية كاملة، إذا شنو يتحول؟ يتحول إلى أحلام، خرافات، أساطير. ومن هنا جاءت الأديان والمعتقدات والأشياء معناتها الخرافية. هنا نضرب لكم مثل بسيط جدا. فهمت؟ الغنوصية تقول إن الإنسان بدأ يفكر عندما كان في المغارات في أول الوجود بتاعه. فهمت؟ يعني فكرة المغارة ودخول المغارة هي في المخزون الإنساني، موجودة داخل الإنسان، لأن أجداد أجداد أجدادنا عاشوا في المغارات. ولكن هذا الإنسان عندما كان يلجأ للمغارة لم يكن يعبد بالمفهوم العبادة. أو يقول لك واحد مشى للمغارة يعتكف، هو يمشي يفكر. إذن وضع العقل، العقل تحت، معناته هو السيد على الإحساس، يجعل من الإحساس له قيمة. ما لازمش الإحساس تخليه هكاك مسيب. كان تخليه مسيب باش يعمل لك هلوسة في مخك، وباش يعمل لك مشاكل في مخك، وباش يولي معناتها يخلق لك مشاكل كبيرة، ويخليك تتصور حاجات ماهيش صحيحة ويمكن تتصور إنها حقيقة. هذه المشكلة مع بعض الأشخاص، يربطوا الإحساس بالعقل ويسيبوا ما يخليوش حدود. فما أشخاص يعطيوا للإحساس الانطلاقة الكلية حتى لين يخلق أفكار ليس صحيحة وليس لها أي علاقة بالواقع. علاش احنا نقولوا الإحساس لازمنا نربطه بالعقل؟ لأن العقل بحد ذاته هو مربوط بالحواس الخمسة، اللي هي اللمس والشم والذوق والنظر والسمع. وهذوما مربوطين بالعالم المادي. احنا رانا نعيش في عالم مادي. الانسان يمكن قبل ما يتولد او بعد ما يموت ما عندوش مادة، اذا يمكن ان يعطي الحرية للحس متاعه. اما هو في هذه الحياة فهو موجود مادي محصور. اذا الاحساس يجب ان يكون تحت سلطة العقل، وهذه هي العبادة، وهذه فكرة العقل هي اللي جاءت عند الفلاسفة على أساس إنه العقل الكلي، أو إنه الرب، أو إنه البدء، أو إنه الشيء الذي واجب الوجود. وهذا مش صحيح، ليس صحيح، خطأ. فهمت؟ ما عنده حتى علاقة، لأن سلطة العقل هي سلطة عقلك أنت. هذه غلطة لازم تفهموها. فما الإنسان يربط طوى الدين شنو يعمل في الحقيقة، مثلاً محمد ولا عيسى ولا موسى، معناتها كانت وجد ولا وجدوت، ولا الأنبياء ولا هذوما اللي قروا اللي بتاع المذاهب. هو في الحقيقة يجي يحط القواعد على حسب منطقه هو، يعني هو وصل لحقيقته، هو اللي يلقى فيها السعادة بتاعه. طوى مثلاً محمد عاش حياته يعني نجم يقوله بخير. فهمت؟ الكل الأنبياء عاشوا مع اللي عملوا اللي يحبوا يعملوه هما. من بعد يجي يحط لك الإحساس بتاعك وعقلك تحت أفكاره هو، وما بالك هذه الأفكار عندها 1500 و2000 سنة و3000 سنة وانت عبد لهذه المعتقدات. إذا وقت نقولوا نحطوا الإحساس، فهمت؟ أو الصلاة. الصلاة شنو هو الصلاة؟ هي الصلة، يعني أن تربط الإحساس بالعقل، اللي العقل هو بطبيعته مربوط بالمادة ومربوط بما كل هو مادي حوله. هذه هي العبادة، وهذه هي الصلاة، وهذا هو الرب الحقيقي اللي الغنوصي أو يتبع الفكر الغنوصي يقوم به.
وقتها تشوف مهما كان تصرفاتك شنو اللي تعمل، فهمت؟ سوف تكون سعيد مع نفسك، سوف تكون راضي على روحك، سوف تحس روحك انت مهم. واهم شيء انه الناس تغير النظره تاعهم عليك، فهمت؟ هذه مساله جدا مهمه حبيت نقولها في هذه الفيديو. معناتها هي الصلاه او العباده اللي خذوها الصوفيين واللي اعتبروا الغنوصيه هي روحانيات، الغنوصيه لا تؤمن لا بروحانيات لا برب لا بحد شيء. كما قلت لكم الغنوصيه هي مساله طبيعيه وانطلاق من الطبيعه، نبداو نطوروا في رواحنا. وتعتبر ان الانسان ياتي لهذه الدنيا بطبيعه، وخلال حياته هذه حتى يموت لازم فما تناغم من بين العقل والاحساس لكي يطور من نفسه، لكي يمكن ان ينقذ الاجيال القادمه شيء ما افضل، فهو يعيش سعيد، سعيد في داخله وسعيد فيما حوله، وفي نفس الوقت فهمت يسعد الأشخاص الآخرين ويقدم حاجة للإنسانية في المستقبل. هذه الفكرة مهمة جدا في الغنوصية، ونحاولوا في الفيديو القادم نتكلموا على نقطة أخرى في الغنوصية. المهم هذه الفكرة واضحة، العبادة والصلاة ليس موجودة للإنسان الغنوصي، بل مفهومها الحقيقي هو وضع الإحساس تحت سلطة العقل. وشكرا على المتابعة، وشكرا على التشجيع، وشكرا على التوزيع، ومع فيديو قادم وبسلامة.